الاثنين، الثلاثة، الخميس، الجمعة والأحد. برامج الام تي في تحتل الصدارة 5 أيام بالأسبوع. شو عم تحكي؟ خلونا نحكي الحقيقة مثل ما هي، وبتحقق أكبر نسبة مشاهدة. شايف صوت الام تي في؟ بالفعل سحر. الاثنين 15:44 فضح المفتوح. طوني خليفة 15:44 هالمرة ما بقى نقدر نسكت أكثر من هيك. ثلاثة العادل طالع على التلفزيون، يعني هيك تسألوا كثير ليش؟ هيدا حكي مع عادل كرم. يا لطيف تلطف بعبيدة. الخميس ما في مثله، وتوك اوف ذا تاون مع منى ابو حمزه. هلا رح خبر كل الناس من حديث البلد. لا منيح. الجمعه كل هيدا بيسألوا مرتي؟ سألوا مرتي مع محمد قيس. وقد حان وقت الانتخاب. والاحد في حماس، في شهر دانسينج وذ ستارز. والله يستر شو رح يصير. بفضلكم انتو برامج الام تي في رح تبقى الاولى. ياك الزلم يا بلا.